الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. الخامس والخمسون وبالاسناد الى الامام الشافعي رضي الله عنه قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة رضي الله عنه: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذت احريق على يديه من الاداوه وهو يغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبهته عن بل ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فادخل يده في الجبه حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبه وغسل ذراعيه الى المرفقين، ثم توضأ ومسح على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة رضي الله عنه: فأقبلت معه حتى لدد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد صلى له، فأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الركعتين معه، فلما وصلى مع الناس الركعه الاخره فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتم صلاته، فافزع ذلك المسلمين واكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاته اقبل عليهم ثم قال: احسنتم، او قال: اصبتم، يربطهم ان صلوا الصلاه بنفسها. قال ابن شهاب: وحدثني اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص. السادس والخمسون نعم. نقرا الحديث بعد كده ونقول التصحيحات اللي عملته واحده واحده، نقرا الحديث كامل على وجه الصواب ثم نصف لكم ما فيه من تصويبات على النسخه اللي بعده. قال: فضاق كم جبته في طاق فضاق كم جبته عن ذراعيه وما اثبتناه من سين وصاد وحاء وزاد. عن ذراعيه الموز يقع مقطوعه وغير سالمه مقطوعه. فادخل يده في طاء والام فادخل يديه والمثبت من المخطوطات الاربعه عوضا عن يديه. يده بدل يديه. ومسح على خفين في طاء ثم مسح. والمثبت هو من المخطوطات الأربعة جميعا. هو اللي هو مسح، هو المخطوطات في الأصول الأربعة ومسح. صلحوها بقى. قد صلى لهم عندكم يصلي لك. والمثبت من المخطوطات الأربعة. صلى له. أما ده صلى له. فأفزع ذلك المسلمين. قال فصال: فأجزع ذلك الناس وما أثبتناه في سين وحاء وزاي. عندكم إيه؟ أجزع ذلك المسلمين عندكم إيه؟ أجزع فأجزع فأجزع فلما سلم عبد الرحمن ما دخلش في عبد الثاني. ما مثل هذا يعني عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف لا يوقف عنده والترضية لا يوقف عندها، وإن هو قال أن عروة بن المغيرة بن شعبة، وهنا قال عروة بن المغيرة فقط ولم يذكر جده، برضه هذا لا يوقف عنده، إنما يوقف عند الاختلاف في النصوص. السادس والخمسون وبه إليه قال: قال ابن شهاب: وحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بنحو حديث عباد. قال المغيرة رضي الله عنه: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه.
قوله قال ابن شهاب ليس هذا تعليق، يعني هذا ليس معلقا، وانما هو بالاسناد المتقدم. بالاسناد المتقدم يعني في اخر 55 ولكنه فصله هنا. 57 وبالاسناد الى الامام الشافعي رضي الله عنه قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن حصين وزكريا ويونس. هنا في فائده يا اولاد، هو ده حديث واحد ولا حديثين؟ وهو عدد الفقهاء هيبقى حديث واحد، لانه مات واحد. عدد المحدثين، ابن شهاب هنا تحمله مره ولا تحمله مرتين؟ في المره تحمله مرتين، في المره الاولانيه تحمله عن من؟ عن عباد بن زيد، عن عمر بن المغيره بن شعبه. ادي كده ايه؟ سمعه مره من شيخ باسناد بمخرج مختلف عن المغيره بن شعبه. طب في المره الثانيه اسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص عن حمزه بن المغيره بنحو حديث ايه؟ عباس. يبقى كده تحمله بشهاد مرتين وله فيه شيخان. يبقى دول كده حديثين. هو هنا ليه فصل وهنا عمل؟ هنا كده على عدد الفقهاء المتن واحد، فيعتبروا انه ده كده انه حديث مع ده عدد الفقهاء. عدد المحدثين طالما تعددت الاسانيد لنا ان نعد كل سند حديث. وبالإسناد إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. في طاء أمسح على الخفين، وفي ترتيب سنجر، وحاء أنمسح بالنون، والمثبت من صاد وسين وزاي والأم. أتمسح على الخفين، هذا المثبت من صاد وسين وزاي والأم. وأما عندكم أمسح على الخفين. إني أدخلتهما في طاء إذا أدخلتهما أو إذا أدخلتهما. في طاء سياق الحديث سؤال من سيدنا المغيرة يسأل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين، فكان الجواب في السياق الذي عندكم نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان. أما في النسخ المذكورة التي حققت عليها هذه النسخة وهي أطبق فإنه قال أتمسح على الخفين؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وهذه هي الرواية المتقنة. 58 وبالإسناد إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. 59 قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال ما جاء به؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضرب ما يطلب. قلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. 60 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق،
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحادي والستون، أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زياد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجوف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. عندكم فطاء زبيد عن زبيد بن الصلت، والمثبت من الأم ومن صاد وزاي وحاء ومن كتب التخريج. طالما قال ومن كتب التخريج يعني أنه وجد أن هذا خطأ محض. الثاني والستون، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل. عندكم فطاء، بل قال في الأم عن سالم عن أبيه وهو مخالف لجميع الأسر، يعني عندكم على الصواب. الثالث والستون، أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله، وسمى الداخل عثمان رضي الله عنه. الرابع والستون، أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل. ثلاثة وستين ده من سين والأم بصاف من كل نسخ التانية. الثالث والستون، أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، أبوه اللي هو مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب بمثله، وسمى الداخل عثمان رضي الله عنه. الرابع والستون، أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس والستون، أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. السادس والستون، أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات صلى الله عليه وآله وسلم. السابع والستون، أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب. جعفر اللي هو مين؟ سفيان عن جعفر، سيدنا جعفر الصادق عن أبيه اللي هو محمد الباقر. الثامن والستون، أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن الغسل من المحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله. واستتر بثوبه فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها آثار الدم، يعني الفرج. عندهم ايه؟ حديثين.
وإن كان الإمام الشافعي لم يؤمنه بإسناده كاملا. وهو مخرج في سنن أبي داود بحديث 70 ده، يعني لو أقرأ حديثا أبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ده أخره أبو داود الترمذي وغيره النسائي وغيرهم من داود السنة. هم عشان كده هي هو السبب في انه عداه حديث منفصل. ومن الحادي والسبعون وبالاسناد الى الامام الشافعي رضي الله عنه قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اقبل من الجوف حتى اذا كان بالبلد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي رضي الله عنه والجرف قريب من المدينة. الثاني والسبعون أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. الثالث والسبعون أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى النازلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الشافعي رحمة الله عليه وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع والسبعون أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صبوا عليه دلوا من ماء. لما الإمام الشافعي هنا في الحديث القول السابق وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع، وهو أخذوهما منقطع اللي هو عن ابن يحيى النازلي عن أبيه أنا رسول الله، كده منقطع هنا بمعنى موصل. الإمام الشافعي هنا يقول منقطع أنه موصل، ولهذا يقول أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عمرو بن يحيى النازلي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. والحديث كذلك اكتب فيه على عمرو بن يحيى النازلي، فطار يروى عن ابيه يروى عنه عن ابيه موصلا، وطار يروى عنه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري. فده تفسير كلام الامام الشافعي انه في موضعين احدهما منقطع والاخر عن ابي سعيد الخدري، منقطع هنا بمعنى انه موصل عن الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس والسبعون وبالإسناد إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي للمسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد تحجرت واسعا. قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. السادس والسبعون أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسرار كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم قال جبير فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السابع والسبعون أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة،
وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فكلوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ الثامن والسبعون، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. التاسع والسبعون، أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عامر بن سليم الزراقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. قال الشافعي رضي الله عنه: وثوب أمامة ثوب صبي. الثمانون، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. عندكم في النسخة: ليس على عاتقه، والمثبت من صاد وحاء وزاي وكتب التخريج. الحادي والثمانون، بالإسناد إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، أفأصل فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنت الواصلة والموصولة عندكم، فتمزق. والمثبت من النسخ المخطوطة كلها، ومعنى تمرق أي تساقط وتناثر. وبالإسناد إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أخبرنا عطاف بن خالد وعمر وردي. وما عندكم؟ عطاف بن خالد الدراوردي خطأ محض، لأن عطافا غير الدراوردي. فالصواب أن هناك واوا بينهما. أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد، أفنصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. الثالث والثمانون، أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة. وبالإسناد إلى الإمام أبي العباس الأصم قال: ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة أخبرنا ربيع قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها،
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم خص الحديث. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث: فإن كانوا خوف بل فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السادس والثمانون: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه. عندكم علامة التحويل. وكأن هذا سند مع الحديث التالي. وهنا قال: وليس كذلك، فالحديث تابع ليس تابعا للحديث التالي ولكنه محال على الحديث السابق. فحا هنا زيادة ليست في شيء من النسخ الخطية لمسند الإمام الشافعي. السابع والثمانون: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. الثامن والثمانون: أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال الشافعي رضي الله عنه: يعني النوافل. التاسع والثمانون: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. التسعون: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني النار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. الحادي والتسعون: أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جرير قال: أخبرني عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمال عن عبد الله بن بابات عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. الثالث والتسعون: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل
كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. الرابع والتسعون، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا، أو قال: لم يصوموا. أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. السادس والتسعون، أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذي الحليفة. السابع والتسعون، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل ذلك. الثامن والتسعون، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وإلى جدة وإلى الطائف. في طائف التي عندهم إلى عرنة، وهذا مخالف لجميع النسخ، وكذلك مخالف لما في الأم، فصححوها. التاسع والتسعون، أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما البريدة فلا يقصر الصلاة. الحديث المتمم المئة، أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برود. من 176 من ألف.